الواقع بانه الحدث راه دار البيوز عندنا هنايا في المغرب كامل، وهو يوم 15 سبتمبر. كاينين ناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا باننا غادي نمشيو وباش نهاجروا وغادي نقتحموا الثغرين المحتلين سبته وماليليا. بطبيعه الحال كيف كتشوفوا كتعينوا نتوما هنايا بعينيكم شخصيا بان الامور هنايا عندنا امور عاديه، ما كاين حتى شي تغيير، ما كاين حتى شي حاجه، الحوان مفتوحين، كل شيء، الامور بسيطه وعاديه، الا ان الحدث نزل بالثقل ديالو وخلق واحد التحرك امني، تحرك استباقي امني ديال السلطات الامنيه تعاملت معه مع الحدث كانه واقع. وهذا من في اطار نكونوا واقعيين، في اطار الذكاء نتاع المؤسسه الامنيه خصها تتعامل مع مع المشاكل كانها موجوده وماشي حتى تفاجئ بشي حاجه اخرى. هذا جد ايجابي، هذه الخطوه اللي دارت السلطات الامنيه اعطت الطمانينه لساكنه ديال المناطق الحدوديه، لان الناس كانوا متخوفين. الناس كتقول بان كاين 25000، شي كيقول 50000 اللي غادي يتحرك من الشباب، وهذه واحد الرقم كيخلع لاي واحد كيخلع، ومادام كيخلع التواجد الامني اعطى الطمانينه للساكنه وللمواطن. بالنسبه للمعاناه نتاع الناس ديال اقليم الناظور مع المعبر ديال باب مليليا، كيف كتعرفوا بانه الاتفاقيات لبرمات الحكومه المغربيه مع اسبانيا ما كانتش منصفه للساكنه ديال اقليم الناظور، العكس، بل الحكومه ديالنا طاحت في واحد الفخ بان حسبات الشعب المغربي والناس ديال اقليم الناظور اقل قيمه من الساكنه ديال مليليا اللي عندها وثائق اوروبيه. علاش؟ حنا هنا في هذه المنطقه كانوا الناس ديال مليليا كيخرجوا عندنا بالوثائق العاديه ديالهم، وحنا كندخلوا بالوثائق العاديه ديالنا، باسبور ديالنا، وفي تطوان كذلك، وسبسه كذلك. ولكن الخطير في الامر بان الحكومه المغربيه اقدمت على تمييز الشعب المغربي وسمحات الاوروبيين كانهم هما اكثر قيمه من الشعب المغربي، سمحت له يدخل عندنا ويخرج من المعبر، ومنعات المواطن المغربي، وهنا نقول كلمة خطيرة، منعات المواطن المغربي أن لا يصل رحمه مع ثغره المحتل سبتة ومليليا اللتان هما جزء لا يتجزأ من التراب الوطني. وهنا كان شوف الرئيس الحكومة المغربي الحكومة المغربية واش ما انتبهاتش بأن الأحزاب السياسية ديالها ممنوع عليها تشكك في الوحدة الوطنية، باش غادي تمنع المواطن المغربي ما يدخلش جزء البلاد ديالو، راه مشكل خطير، مشكل خطير، كيضرب في الاسس حتى نتاع الخطاب نتاع الحسن الثاني ديال المسيره الخضراء، نهار اللي قالنا بانه يجب ان نصل الرحم مع الاقاليم ديالنا الجنوبيه، وكيف بهذا ان لا نصل رحمنا مع ثغر محتل في الوسط نتاع مدينه مليليا. هذا مشكل خطير، وهذا هو اللي خلق واحد عجله نتاع الهجره الغير النظاميه هنايا. علاش؟ لانه ما دامت المعابر مغلقه أصبح المهاجرون يستغلونها من أجل اللجوء إليها. لو كان الأمور هنا مفتوحة، لكن هنا الناس ما غاديش يجيو يديروا الهجرة. علاش؟ لأنه كيدخل ليها كيشدوه لي زوتوريتي إسبانيول، كيديروا له الترحيل عندنا هنايا، أصلا كيقول ليه ما فيهاش الأمل، ما فيهاش الأمل بأنه غادي الإنسان غادي يدخل لهذه المسألة. لهذا كنفكر بأنه الحكومة الحالية اللي كتشكل من ثلاثة الأحزاب السياسية، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصل والمعاصرة، يرجعوا شوية الفكر ديالهم ويعرفوا بأن مشكل نتاع منع المواطنين ما يدخلوا المغاربة ما يدخلوش المدينة مليليا المحتلة هي مشكل خطير جدا. كذلك غادي نستغل واحد 30 ثانية في الآخر، غادي نقول واحد الكلمة خطيرة طايحة فيها الحكومة المغربية بصفة عامة. يجب أن يعلم الشعب المغربي عن طريق الموقع ديالكم بأن مدينة سبتة ومليليا ليست مدينتين داخل فضاء شنغن، هما بالقانون الاوروبي ماشي في الفضاء شنغن. وكيف يعقل للامن الوطني ديالنا ديال الحدود غادي يطلب ليا الفيزا شنغن لواحد المنطقه اللي هي اصلا ما داخلش شنغن، هي
اصلا ما كايناش في الشنغن، يعني بما يبين بان الوثيقه الوحيده التي يمكن ان يتم استغلالها من اجل الدخول الى مدينه سبته وبليج هو السفر في لو ماكسيموم. اما مدام مدينه مغربيه هي غير بطاقه التعريف الوطنيه كافي.